خالتي ماذا بكم ديروا نجام واشتراك بالقناة هكا باش يوصلكم كامل جديد. شهدت قاعة المؤتمرات الصحفية في مبنى الاتحادية العالمية لكرة القدم الفيفا حالة من الفوضى والتراشق بالكلام بين مسؤولي الهيئة وبعض الصحفيين الشرفاء، ما جعل رئيس الفيفا إنفانتينو يفر مسرعا. وحسب نشطاء فإن وقائع الحادثة تعود لتدخل مجموعة من الصحفيين الشرفاء والنزهاء وانتفاضتهم ضد الفساد الكروي للفيفا والكواليس التي تعرضت لها منتخبات الجزائر روسيا وإقصائهم من المونديال بطريقة مأساوية وعدم الحيادية في ملف الطعن الجزائرية. ولم يتمالك أحد الصحفيين نفسه حيث سارع إلى رمي النقود فوق رأس أحد مسؤولي الفيفا وإحراجه على المباشر، وهو الفعل الذي أجبر رجال الأمن بالتدخل وإخراجه على الفور. وأثارت الحادثة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.